نجح جراحون أمريكيون في زرع قلب خنزير معدل وراثيا داخل جسم إنسان في سابقة عالمية أعلنت عنها كلية الطب في جامعة ماريلاند الأمريكية. وأوضحت المؤسسة في بيان أن العملية أظهرت للمرة الأولى أن قلبا حيوانيا يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري. الدافع وراء كل هذا كان توفير فرصة للمرضى الذين يعانون من مرض القلب في مراحله الأخيرة والذين ليسوا مؤهلين أو لم يحصلوا على قلب في الوقت المناسب لمعالجة الخلل الوظيفي للقلب بعملية زرع. وكان المريض ديفيد بنت البالغ 57 عاماً اعتبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري وهو يخضع راهناً لمتابعة دقيقة من الأطباء. نحن جميعاً سعداء للغاية لرؤية قلب الخنزير هذا ينبض داخل هذا الإنسان. أداء قلب الخنزير جيد جداً حتى الآن بما يتجاوز توقعاتنا، لم نرى أي مؤشرات لرفضه من الجسم. وقد خضع الخنزير الذي استخرج منه القلب إلى تعديل وراثي للتوقف عن إفراز نوع من السكر موجود عموماً في كل خلايا الخنازير ويؤدي إلى رفض فوري للعضو. Where's it help or I guess right here.